أنا محمد سامي، كانون كانتري ديستريبيوشن مانجر، مسؤول عن مصر وليبيا والسودان. النهاردة بنحتفل معاكم بإطلاق كاميرا جديدة EOS C70 لأول مرة في السوق المصري. الكاميرا هي آخر إصدار من إصدارات كانون سينما لاين أب في تقنية ميرورلس RF ماونت. الكاميرا هتغير شكل صناعة الأفلام في المرحلة القادمة. في فورم تقدروا تسجلوا بياناتكم عليه، هيتم التواصل معاكم علشان تقدروا تجربوا الكاميرا. الكاميرا حاليا متاحة في السوق المصري مع الوكلاء المعتمدين وموزعين، وكمان موجودة في مكاتب الإيجار. تعالوا نشوف شركائنا لما جربوا الكاميرا قالوا عليها ايه. لما عملت ريسيرش وشفت الريفيو حسيت ان هي ممكن تبقى تحقق لي الفيجن اللي انا عايزاها، ولما شفت الفوتج يعني بعد التصوير وكده يعني حسيت ان هي فعلا بجد كويسه، عشان انا كنت بصور بكاميرات تانية ما ادتنيش القوه دي والكواليتي. المفروض ان في جير كده بيتحط فبيطلع الموف، بس هي كانت صغيره وكانت ستيبل قوي ان هي تعمل الموف ده من غير ما نستخدم جير او اديتني الكواليتي الحلوه واديتني الايفكتس بتاعت الكاميرا السينما. لا هبقى مبسوطه قوي ان انا لو استخدمتها تاني، واكيد هنصح الناس بيها. يعني انا من مدرسه الالوان، بحب الصوره بتاعتي تبقى مليانه الوان. في ساعات كاميرات معينه بتلاقي البلاك فيها زياده، ده غصب عنك، هي السيت اب بتاعها كده. فده كان عندي فرصه كويسه جدا في الكالرنج والمونتاج ان انا تلون وطلع الفيجن اللي انا عايزها جدا من الكاميرا. انا كنت بصور 4K وكان في شوتس معينه بال 2K برضو. احنا بنشتغل على البريمير، كان الموضوع سموزي جدا. اكتر حاجه فعلا عجبتني في الموضوع الاكسبورتنج والورك فلو، ما كانش متعب خالص. من الحاجات اللي اكتر اللي بتساعد المصور وزن الكاميرا في الار اف، بقيت الموضوع سهل جدا، بيتراك الوش بسهوله جدا. فخلاص موضوع الاوتو فوكس ده انا مش شايل الهم خالص، ما بفكرش فيه. معايا شوت سريع جدا بصور، مش لازم بقى زي الحاجات ما احنا متعودين على الكاميرات السينما الكبيره، لا. فانت بتاخد كواليتي سينما بحجم فلوجينج وحاجات، حتى لو انت مسافر طياره وشنطتك، تلاقي موضوع وزن بسيط جدا، وفي نفس الوقت بتضمن رو سينما حقيقي. العاده دايما ان انا بحتاج ان انا اعمل كونفرت للماتيريال عشان يبقى البروجكت عندي قليل. لقيت نفسي شغال على الماتيريال مفيش خالص اي كونفرت في الموضوع خالص، ده كواليتي عالي جدا ومساحه قليله جدا جدا جدا، ما بتخسرش اي داتا خالص. هي فعلا جايه لي كانون لوج، بس هي الرو بالديتيلز اللي موجوده جوه. التطور اللي عمله كانون في الكاميرا اللي هو ما سكتش الداتا دي خالص، ونقل كانون في حته تانية خالص. البروجكت كان فيديو كليب، كان العقده دايما موجوده ان عندي اصور الاغنيه كلها تقريبا او 90% منها ليد سكرين. الفوكس بتاعها برده كان لطيف جدا، والفوكس بتاعها الاضاءه بتاعتها ما بتاخدش اضاءه كتير. انا تقريبا صورت الكليب كله كان 24 جيجا. 24 جيجا ده رقم ما فيش، يعني ولا بتقف عشان خاطر ميموري ولا بتقف عشان خاطر باتري. الاثنين دول كانوا لطاف جدا. لما تيجي تحسب انا بكلف كذا في بروجكت واحد، لا انا ممكن اكلف البروجكت نص الرقم ده، هعمل اوريدي تو بروجكت. هتفرق في كوست كتير قوي، وهتفرق في صوره كويسه قوي. انا كنت في ورشه سيناريو بنشوف لوحه فان جوخ اكيد البطاطا، وبنعمل عليها قصه قصيره. انا كنت محتاج امكانيات معينه لان اللوحه مرسومه 1885، المفروض انا بحقق اللوحه زي ما هي بالظبط. في خيالي انا كنت محتاج اصور 4K، كنت محتاج اشتغل على اللو لايت بكواليتي عالي، فانا كنت محتاج استابيليتي للكاميرا مع الحركه. كل ده انا لقيته في السي 70، هي حققت لي المعادله بالعكس، اللي هو انا بدل ما بدخل من الواقع للحدوته، لا انا طلعت من الحدوته على الواقع اللي انا فيه. انا بظهر تفاصيل لوحه مرسومه بالايد، مش كادر او مش ستوري بورد مخرج عمله وبنفذه، لا ده في تفاصيل على الجدار، في تفاصيل على العمود، في تفاصيل في الخشب. فالحاجات دي كلها مع السي 70 ظهرت بشكل كبير جدا، يمكن عدى خيالي انا شخصيا او اللي انا كنت محتاجه في الصوره. يعني من فتره قريبه اول ما شفت فوتج على اليوتيوب عن سي 70 وكاميرا سينما من كانون، فده كان جديد عليا، فعايز اجرب ده. كان عندي مساحات كبيره جدا للالوان، وده وفر عليا كتير، لان في حاجات كنت عايز اعملها فعلا في الكالرنج. الكاميرا حققت الفيجن بنسبه كام في الميه؟ هي بنعدت 90% الحقيقه. الكاميرا فعلا كانت عظيمه جدا بالعدسات الار اف بتاعتها. البروجكت اللي جالي بالسي 70 كان فيديو كليب، كان الفايل جايلي كانون لوك 3، يعني ما كانش عندي مشاكل مع نويز او اي علامه استفهام الكاميرا سالتها على شكل عيب في الصوره. مساعداني جدا في كل حركه بتحركها جوه الداتا بتاعت الصوره، وفي نفس الوقت طلعت بكواليتي كويسه جدا جدا، مش بعيده تماما عن الفايلات الرو اللي هي بتكلفنا فلوس كتير جدا. يعني سعر الكاميرا بالبادجت دي ومنافسينها اللي من نفس الفئه، لا هي اقوى بكتير.
كل الديتيلز اللي انا ممكن ابقى محتاجها كفيديو اديتور او كالرست، ما اضطرتش ان انا انكمبريس حاجه، هو اوريدي انكمبريسد وفي كل الديتيلز اللي انا ممكن اكون محتاجها. واكتر كمان في المرحله بتاعه الايديتنج المفروض ان انت بتنفذ الفيجن بتاعه المخرج، كون ان كان الفايل او الفورمات اللي كنت شغال عليها كانت سلسه وناعمه وما اضطرتنيش ان انا اعمل ريندرنج كتير والكلام ده كله، سهلت عليا تنفيذ رؤيه المخرج. فكره البوش اند بول رينج ان انا اقدر اروح ابعد مكان فين وابقى لسه ستيل ان ذا رايت اكسبوجر كانت بتحققها بطريقه مفاجاه، وده برضه طبعا نظرا لفكره الدايناميك رينج الرهيب اللي موجود في الصوره اللي خارجه من الكاميرا. يعني لكل الناس اللي بتشتغل في الكوميرشال، كل الناس بتشتغل في فيلم ميكنج اندستري، ممكن تستخدمها ايرو ممكن تستخدمها بيرول بمنتهى السهوله. عجبني فكره الديزاين الجديد للكاميرا سي 70 مع العدسات الار اف، الوزن بتاعها مع العدسات الار اف وزن مقبول جدا. ده الكاميرا بيلت ان 5 اكسس ستابلايزر، كان دي مريحه جدا بالنسبه لي في حاجات كتير اشتغلت بيها هاند هيلد. سي 70 فيها فلات برتلين 2 و4 و6 ميكانيكال، 8 و10 الكترونيك، فادتني كتير قوي، بوفرت معايا في البادجت بتاع الرنت للكاميرا. في اوبشن جديد اتضاف في كاتيجوري سي لاين اب، السي سي كنترول، ان انت تقدر تتحكم في الماجنتا والجرين. اشتغلت على ال 120 فريم على 4K، كان تجربه عظيمه جدا بحجم ستورج قليل جدا، اقتصاديه جدا في الباتري، ما تخلينيش اقف اعمل ستوب كتير، مفيش اي ضرر ان انت تعتمد على ال LCD في ان انت تعمل كونتراست ريشيو بتاعك. الاول كنت متخوف من التجربه بيها في اللو لايت، بس لما جربتها على ال 1600 ال 2500 ال 3200 لا برأيتني وشجعتني ان انا اجرب في مشروع تاني وتالت اللو لايت بتاعها. السنسيتيفيتي بتاعها هايل جدا. سايد الكام برو فيديو من كانون سنترال اند نورث افريكا. الكاميرا السينمائيه سي 70 بسنسور سوبر 35 4K دوال جين اوت بوت، بيتوفر فيها تكنولوجيا جديده من كانون زي الدوال اوتو فوكس والانتليجنت تراكنج سيستم. تقدر تستخدم اكتر من صيغه تسجيل مختلفه عن طريق الاثنين سلوت كارد بدون ما تاثر على الكارد الثاني. الكاميرا كمان بتدعم استخدام الانامورفيك لينز، تحتوي على ان دي فلتر داخليا بتصور بصيغه ال 4K على 120 فريم بير سكند. بتحتوي كمان على شاشه تاتش سكرين بتسهل لليوزر الوصول لكافه الاعدادات الموجوده بالمنيو الخاص بالكاميرا.